إذا 4 أكواب من الماء الساخن. طبعا مش ساخن كثير، بغلي يكون دافي منيح. نعم. 3 أكواب ونصف طحين، 1/4 كوب سميد خشن، 2 ملاعق طعام قطر أو سكر، 1 ملعقة من الحليب الباودر، 1 ملعقة صغيرة من الخميرة، و1 ملعقة صغيرة من الكربونة. عندنا كمان رشة صغيرة من المحلب ورشة فانيليا. الحشوات تركينا لكم انتو. نعم صحيح. كوبين جبنة أو قشطة أو جوز، ما أردتم يعني. شوفوا الطريقة سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نركز على العجين والتخمير. طريقة التخمير هي اللي طريقة المحلات هذه، هي اللي بتظهر الريحة. يركزوا معي كيف راح أخمر. يلا احنا معك. خلينا عجن سريعا. بسم الله. المي. في البداية راح نضيف 4 أكواب الماء. طيب المي بدها تكون تغلي غلي؟ لا لا لا، يعني 40% كويس. اذا 40 درجه تقريبا زي ما بنخمر يعني الخميره اللي تحملها الايد. ايوه هي هيك 4 أكواب. طبعا الشيف مستعمل اليوم الاكواب القياسيه، الكوب القياسي. تمام. وبنضيف السميد. شيف خليني انا احرك لك، بدك تدير شو رايك؟ بصير بصير. اذا السميد، اضاف السميد الشيف واضاف الحليب والحليب البودره. هون على السكت توقع الله انت. وراح اضيف الفانيليا، وراح اضيف المحلب. بس نعيد شو قاعدين بنحط المكونات. والله اضاف الماء، حليب البودره، واضاف المحلب، المحلب والفانيليا. نعم. والسميد. والسميد وهذا القطر. انا القطر عارف ليش، بس خبر الناس هو عشان يعطي لون جميل للقطايف. بعطي لون للقطايف جميل 100%. الان الطحين. الطحين هسه احنا ما استخدمناش لا مضرب ولا عجانه لانها سهله، ما بدها لا مضرب ولا عجانه. راح نضيف كوب من الطحين. انا سيدي عجانتك وانا فرطت. انت حبيب، انت حبيبي بون. هاي الكوب الثاني وانا سكيب على المغرب. يعني ما في داعي اصلا لخلاط، اللي ما عنده خلاط ما في داعي. 2 ليمون معلم. وهي الكوب الثاني من 2 ليمون. قبل لك بتغزلوا ببعض يعني. احنا زملاء واصدقاء من عمرنا وياه عمر. وهي الشيف نص الكوب الاخير. والشيف ايمن كثير اصدقاء للعلم يعني. لوباني يا حبيبي حلنا اياه هذا اللي فوق. ايش هو؟ حلنا اياه. تفضل شيف. عزيز رجال شيف. بدي ركزوا معي في المرحله، في المرحله هاي هون. هاي هي اللي بتطلع القطايف زي المحله. بعد ما عجن راح اخذ يعني 2 ملاعق 1/4 كوب. انتبهوا انتبهوا للحركه هاي هون، يعني المقدار بسيط من العجين اللي غلطناها. وراح اخذ 1 ملعقة من الخميره هي صغيره مسح. وراح اضيف 2 نقطة من السكر او من القطر اللي الموجود. طعم الخميره طبعا. طبعا عشان تطلع الخميره تشتغل. ايوه فاهمش علي. وراح اضيف، انا شفت فيديو له امبارح، نقطه صغيره هيك من المي هي. بس عشان يصير ليكويد يعني. بس راح احركهم واتركهم تقريبا 10 دقائق، يعني 10 دقائق ربع ساعه شغله. بتكون 100%. بيطلع عنا هذا الشكل زي هيك. هيو خلينا نشوف وش طلع مع بعض هيك. بعد 10 دقائق الخميره مخمر. هي بده ياخذ شوت. احسنت. هي طلع ارتاح. تفضل. قديش هالمده قعدها لما هذا؟ تقريبا 10 دقائق ربع ساعه بكون جاهز. هي مخمره. راح اضيفه مباشره على العجين. اها. هسه الحركه الاهم طبعا كمان اللي هي الكربونه. راح اضيف 1 ملعقة ممسوحه من الكربونه. اي مسح اخوان طلع مسح. وراح اضيف لها، يفضل ماء بغلي بس هذا ساخن، بس هو لو يغلي بكون احسن. فور لو ما فورت راح تشتغل، بس هذا يفضل قبل قبل الاستخدام مباشره. هذا هيك بعد ربع ساعه بتصب. بس أيوة. راح نصب، بس انا مخمر وراح نصب، راح نضيفها مباشره هيك. يلا ونحركهم مع بعض ونتركها ربع ساعه. بعد هيك راح نبلش نصب فيها. بتصبوا على مقلاي، على صاج الموجود عندكم. يسلموا ليك ابو هون. بس انت عامل عجين جاهز صح؟ انا معي عجين جاهزه طبعا. يا سلام عليك. الله خلص هسه القطايف ضايله بس كمان 4-5 دقائق بس، لانه الحشو والقلي بسيط. احنا بس العجينه بدنا نعرف. شيف يا حبيبي هاي عجينه جاهزه عندك 100%. يا سلام عليك. وعنده الشيف جايب برضه كمان هاي موجوده في عابدين هوم سنتر برضه، هاي تبع القطايف. نعم موجوده. نعم. الله يا عيني. بسم الله. لا نصب الوجبه، نصب الوجبه الاولى. شوف كيف طلعوا. بدك تشتغل انت هسه، بدك تهوي. طيب هاي طبعا قطايف المحلات يا شباب. هذه قطايف المحلات. شايف ما احسنني
شو بحضر لك وحش وحش ابو طلع 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 طيب عبال والله كاميرا هيك زوم والله والله برائحة المحلات او تمسكها هسا لا مش ماسكها طبعا مش ماسكها لانه بعدها طرية ما انا عارف لازم كلها هاي هاي كلها لازم شوفوا كيف هذا كله طلع كيف فتحت هات لك بدنا قطعة قماشة طيب عادي على الطاولة على الطاولة على الطاولة ما جبت قطعة قماشة احنا المهم ايش ما يسمي الريحة شمت الريحة عندك المهم نورجيهم المبدأ تبعها كيف طيب هذه قطايف احترافية هاي عن جد بطريقة علمين لا تخليها تطول هاي قطايف المعلمين هاي طب بدنا صحن ابو عون يا سيدي حط حطه حطه بدنا صحن صلي على النبي هون اللهم صل على سيدنا استنى شوي بس نشوفها نشفت بنشيل شفة خلص هيك جاهزة ارفع توكل على الله خلص توكل على ارفع هون راح اضيف النوتيلا هاي نوتيلا وهي بالبستاشيو بالبستاشيو وبستاشيو كمان 100% لون بستق 100% طبعا عندكم في البيت حبايبنا عندكم في البيت شوف الله. بالبيت يستخدموا القلاي اللي ما بتلزق 100% خلص زيت هيك بس كفايه المره خلص خلص لا هي حميت مره كثير هاي كمان صبه هاي صبه كمان هاي عصافيري هي راح نسويها هاي صغيره عصافيري يا عيني شايفين طلعوا هي كمان وديه شوكولاته طلع شوكولاته هذا البني شوكولاته هذا مش محروق هذا هو شوكولاته هاي فستق حلبي وهاي هون فستق حلبي هاي كمان هون فستق حلبي شو اسمها شو اللي بستاشو وهي بستاشو وهي الساده وهي الساده اذا هاي الالوان سمير على فكره شف ايمن اعطى اسرار المحلات هاي طريقه المحلات 100% شكرا يا شيف شكرا يا شيف حبيبي الله انك محترم الله عليك هيو ها هيو سوي هيك اها وسوي هيك وهي صار عندنا ثلاث يا عيني ثلاث انواع يا عيني